السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلاب دبلوم الحاسب الآلي الفرقة الأولى مادة رياضة الحاسب الآلي. دي المحاضرة الثالثة، هنتكلم فيها عن الكسور الجزئية، مفهوم الكسور الجزئية الغنائية. طب أنا عندي كسر بالشكل ده اف اوف اكس، أي مقدار في الكسر على اف 1 اوف اكس اف 2 اوف اكس، فالمقام بيتحل ليه دالتين، الدالة الأولى اف 1 والدالة الثانية اف 2، أو ممكن ياخد الكسر بتاعي الشكل ده، الدالة بتاعت البسط دي اف اوف اكس على اف 1 اوف اكس في اف 2 اوف اكس اس ان، لها اس ان. الفكره بقى من الكسور الجزئيه، لو افترضنا ان الداله بتاعت البسط اهو اف اوف اكس على جزئين من المقام، فانا عايز اقسم البسط ده، جزء اقسمه على الداله الاولى اف 1 وجزء اقسمه على الداله الثانيه اف 2، يديني الناتج النهائي بتاع هذه الداله. عشان عند توحيد المقامات يصبح بسط الطرف الايمن يساوي بسط الطرف الايسر. وهياخد الشكل ده، يبقى الاف اوف اكس هتساوي ايه في اف 2 اوف اكس زائد بي في اف 1 ايه اوف اكس، وقد يكون الكسر في الشكل ده، الشكل اللي انت شايفه قدامك. يتم وضع الجزء الاول من الكسر بيساوي صفر، الايه اف 2 اوف اكس بتساوي صفر. يتم وضع كل داله جزئيه من الدوال المتاحه تساوي صفر للحصول على قيمه اكس. يتم التعويض عن كل قيمه من قيم اكس في المعادله في الخطوه رقم 5، ونحصل على قيمه مجهول ايه وبي. هنشوف مثال حلل الجزء الكسر الجزئي التالي، 5x ناقص 11 على 2x تربيع زائد x ناقص 6. هنلاقي المقام داله واحده، هفك المقام واعمله دالتين، وبعدين هقسم البسط، جزء يتقسم على الداله الاولى وجزء يتقسم على الداله الثانيه، مش شرط، لما اجمعهم رياضيا يديني الكسر اللي انا شايفه. المقام بتاع 2x تربيع زائد x ناقص 6 هحله للقوسين عن طريق القانون او عن طريق استخدام المقص، يبقى 2x ناقص 3 في اكس زائد 2، لو ضربت القوسين دول في بعض هيديني 2 اكس تربيع زائد اكس ناقص 6، يبقى 5 اكس ناقص 11 ده البسط الاصلي على 2 اكس تربيع زائد اكس ناقص 6 المقام الاصلي، هيساوي 5 اكس ناقص 11 ما عملش حاجه في البسط على القوس الاولاني 2 اكس ناقص 3 في القوس الثاني اكس زائد 2. طيب اقسم كام على القوس الاولاني وكام على القوس الثاني بشرط لما اجمع يديني 5 اكس ناقص 11، يبقى اخلي البسط الاولاني A على 2x ناقص 1 القوس الاولاني زائد B على x زائد 2 القوس الثاني. لما اوحد المقامات يبقى المقام الجزء اللي على ايدك الشمال زي ما هو هتبقى A في المقام بتاع القوس الثاني، يبقى A في x زائد 2 زائد B في المقام بتاع الجزء الاولاني، B في 2x ناقص 3 على حسب ضرب القوسين. قدام البسط المقام هنا بيساوي المقام هنا، يبقى البسط هنا هيساوي البسط هنا، يبقى 5x ناقص 11 هتساوي A في x زائد 2 زائد بي في 2 اكس زائد ناقص 3. هاخد الجزء الاولاني واخليه بيساوي صفر، يبقى 2 اكس ناقص 3 بتساوي صفر، يبقى اكس بتساوي 3 على 2 يعني 1.5. القوس الثاني اكس زائد 2 بتساوي صفر، يبقى الاكس بتساوي ناقص 2. يبقى بالتعويض عن قيمه اكس بتساوي 1.5 في المعادله 1، المعادله 1 اهي، اشيل اكس واحط مكانها 1.5، كده جاي بستجيب مين؟ الاي. جبت الاي بتساوي 1. اعوض عن الاكس بتساوي ناقص 2 في المعادلة رقم 1، جبت البي بتساوي 3. يبقى المعادلة بتاعتي الكسر الأصلي 5x ناقص 11 على 2x تربيع زائد x ناقص 6 هتساوي A على 2x ناقص 3 زائد B على x زائد 2، الA بواحد والB بثلاثة. لو الكسرين دول جمعتهم على بعض وحدت المقامات وجمعت على بعض هيديني الكسر الأصلي. نشوف الكسر دوت، 23x ناقص 11 x تربيع على المقام الكسر الاولاني الجزء الاولاني 2 اكس ناقص 1 في 9 ناقص اكس تربيع. طبعا ما ينفعش ان انا اسيب المقام في قوس له درجه اعلى من الدرجه الاولى، ف 9 ناقص اكس تربيع هفكها لانها فرق بين مربعين، فهتبقى اكس ناقص 3 ناقص اكس في 3 زائد اكس، وهيبقى عندي ثلاث اجزاء، A على 2 اكس ناقص 1 زائد B على 3 ناقص اكس على C على 3 زائد اكس، واكمل بنفس الخطوات السابقه واحصل على الA والB والC.